عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها؟ هل انت فعلا بتبذل المجهود الكافي عشان تحقق الحلم اللي انت عايز توصل له؟ لازم تعمل لنفسك تقييم، لازم تعرف كده. مفيش بني ادم هيقدر يحقق حلمه وهو خايف، مفيش بني ادم هيقدر يحقق الحاجه اللي هو عايزها وهو ما بيبذلش مجهود، مفيش بني ادم هيقدر يوصل لحاجه وهو صفر. انت لازم تبذل مجهود ولازم تبقى عارف ده. عشان كده القناعه الاولى اللي عايزك تعرفها، ساعات الواحد بيبذل مجهود وتلاقي سبحان الله في حاجات تبذل مجهود وتلاقي ربنا اديها لك على طول، وفي حاجات بتبذل اضعاف 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 المجهود وانت استحاله توصلها. تحس الحياه بتقول لك ايه؟ يبقى قابلني ما انتش وصلها. بس في حاجه اسمها المكافاه، مكافاه على المجهود اللي انت بتبذله. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده حاجه ما بذلتش فيها ربع المجهود وجت حاجه ربنا كافئك بيها، حاجه ربنا اديها لك كده وانت ما انتش عايزها. ما هو ربنا بيكافئك على المجهود ده. انت لازم تبذل مجهود تبقى عارف ان بذل المجهود اللي انت بتعمله ده في مكافاه عليه، مكافاه على كل يوم سهرته، مكافأة على كل يوم كان عندك إيمان إن المجهود اللي أنت بتعمله ده ربنا هيديك عليه يعني أجر كبير. أنا في تانية ثانوي كنت جايب حاجة و80%، تالتة ثانوي 99.6 في الكلية الأول 4 سنين. الغبي اللي كان في تانية هو الغبي اللي كان في تالتة هو الغبي اللي كان في الكلية والله. بس الإرادة اللي كانت عندي حقيقة يعني بعد دعوات أمي هي اللي خلتني أعمل كده. كان والدي يقول لي يا ابني قوم كفايه مذاكره، اقول له انا مخلص الماده دي 10 مرات. طب قاعد ليه؟ بقول له بعلي رصيدي عند ربنا. عارف انت اللي هو ايه؟ بزود رصيدي عشان لما ربنا يكرمني يكرمني بقى كرم كبير جدا. فانت لازم تبذل مجهود. 24 ساعه بيعدوا منك بتبذل فيهم مجهود قد ايه؟ اللي عنده 30 سنه هنا ونام 8 ساعات في اليوم ضيع 10 سنين نوم في ال 30 سنه، واللي عنده 60 سنه ضيع 20 سنه. هل انت النهارده بتبذل مجهود في حجم اليوم اللي عندك يكافئ احلامك والحاجات اللي انت عايزها؟ انت لازم تعمل كده. يبقى رقم واحد بذل مجهود وابقى عارف ان في مكافاه. الناس تقول لك ما يقستش في مكافاه، بس عايز الكلام في مكافاه، اسمع في مكافاه والله العظيم مكافاه كبيره جدا. يعني وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كده مكافاه لا يمكن ان انت تتخيلها. وده يوصلنا للنقطه الثانيه.